نفسك ترجع الاهلي ولا لو جالك عرض من الزمالك ممكن تروح الزمالك؟ والله لعب الاهلي والزمالك طبعا شرف كبير لاي حد، واي حد يتمنى ان هو يمثل الاهلي او الزمالك، اتنين ناديين كبار ويمكن هما احسن ناديين في افريقيا وحلم لاي حد. يعني كان في كلام في بداية الموسم عن وجود مفاوضات، يمكن كابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك قال ان احنا بنحاول ضم فادي فريد من نادي سموحة، شايف ان هي ممكن تبقى خطوة مهمة لفادي فريد ولا فكرة ان انت ابن النادي الاهلي ممكن تخلي الموضوع صعب شوية؟ والله زي ما قلت لك هو طبعا شرف لاي حد ان هو يلعب لنادي الزمالك، ونادي الزمالك نادي كبير وجماهيره كبيره وشرف لاي حد، وطبعا يعني اتمنى ان هم لو عندهم رغبه، انا تحت امر نادي سموحه طبعا، ان انا لو في اي حاجه هتبقى من خلال نادي سموحه، وزي ما بقول لك شرف كبير يعني لاي حد. مثلك الاعلى كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر، قول بقى عشان حسام حسين. كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر، عميد لاعبي العالم من قبل ما يمسك منتخب مصر. افضل والله. مهاجم في مصر حاليا؟ افضل مهاجم في مصر حاليا مابولولو. احسن لاعب في مصر امام عاشور. لعبت حارس مرمى تتمنى يعني تهدف في مرمى؟ ما سجلتش في مرمى يعني. نفسك تهدف؟ الشناوي. نفسك تحقق ايه في حياتك اللي جايه؟ والله انا نفسي ان شاء الله السنه دي اخلص الموسم ابقى هداف الدوري،